الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله إياه بذلك مفرد مذكر أشر بذي وذي اهتداء على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين الكل تطع وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البذ انطقة بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى لان المكان وبه الكاف صلة بالبعد أو بذمه أو هنا أو بهنا لكنطقا أو هنا. قال اسم الإشارة ما وضع عليه مشار إليه واستغنى عن حده بعده كلها خمسة ذا للمذكر وذي للمؤنث وذاني للمثنى المرفوع المرتفع وتاني للمثنى المؤنث المنصوب المرفوع المرتفع وذين وتين لهما في حالة الجر والنصب وأولئي للذكور والإناث تقول أولئي إخواني وأولئي أخواتي لا فرق. قال بذلك مفرد مذكر أشد تقول يا أخي ولك أن تقول يا أه ولا إه كذلك بذي وذي للمؤنثة أسماء الإشارة المؤنثة عشر عشرة تقول ذي وذي 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 وذات وتي وته 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 وتاء وذكر بعضها. قال بذي وذي اهتتاع على الأنثى اقتصر يكفيك هذا. قال وذاني تاني للمثنى المرتفع المثنى المذكر تقول ذاني. قال رحمه الله المرتفع هذه دقة منه لأن بعض النحاة يقول ذاني مبني على ألف وهذا يقول معربي عرب المثنى هو قال مرتفع المرفوع مرتفع والمبني مرتفع فهو وضع العبارة بالصورة تقبل احتمالين. وذاني تاني للمثنى المرتفع من قال هو معرب قال أنا لم أقول إنه مبني قلت مرتفع لأن كل مرفوع مرتفع ولا عكس. تقول جاء ذا ذا مرتفع لا مرفوع جاء زيد مرفوع ومرتفع مرفوع. تقول جاء ذا ذا مرتفع لا مرفوع لأنه مبني وتقول جاء زيد زيد مرتفع ومرفوع مرتفع لأنه وقع في محل رفع ومرفوع لأنه معرب واضح. وفي سواه ذينتين ذكر تطع سوى المرتفع المنجر والمنتصب تقول رأيت ذيني وتيني ومرت بذيني وتيني واضح. وبأولاء أشر لجمع مطلقة ذكورا كانوا وإناثا تقول أولاء إخواني وأولاء أخواتي والمد أولاء لأنها لغة الحجازيين وبها جاء القرآن هؤلاء بناتهن أطهر لكم هؤلاء الذين يقصد أولاء لهم الله برحمة. ومع ذلك القصر لغة عربية فصيحة لغة تميم أولاء تقول أولاء إخواني وأولاء أخواتي لغة تميم بالقصر. والمد ولد البذ انطقاء بالكاف إذا كان المشار إليه بعيدا تضع الكاف تقول ذاك ثم نبهك قال هي حرف تتصرف وتصرف المخاطب إذا خاطبت أنثى تقول لاك أخي إذا خاطبت إناثا كما قالت امرأة العزيز فذلكن الذي لم تنني فيه إذا خاطبت مثلنا تقول ذلك وما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم كما قال يوسف لصاحبي السجن والأكثر أن توافق أن تطابق المخاطر وقد تخالفه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم. المخاطب جب وقال ذلك وكان في حرفا دون لام أو معه إذا أحببت تقول ذاك أو ذلك على أن المشار إليه درجتان قريب تقول في ذا ومتوسط بعيد تقول في ذاك وغيره بالمالك من النحاة يقول المشار إليه ثلاث ورتب قريب تقول في ذا ومتوسط في ذاك وبعيد تقول في ذلك هو درجة على أن المشار إليه درجتان واضح. ولذلك انطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة إذا قدمتها لازت اللام لازم تقول ها ذلك لكن تستطيع أن تجمع بينها وبين الكاف تقول هذاك وهي لغة العامة اليوم هذاك لغة فصيحة عربية واضح. واللام إن قدمتها ممتنعة ما سر ذلك لأن زوائد الكلمة تكون أكثر من أصولها ها ذلك الهاء زائدة واللام زائدة والكاف زائدة والذال أصل والألف أصل الأصول صارت أكثر من الزوائد صارت أكثر من الأصول وذلك منعت واضح. وبالجملة تمتنع اللام في ثلاثة مع المثنى مطلقا لا يجوز أن تقول ذاني لك
تقول ذلك كما قال تعالى فذلك برهانان، وتمتنع في أولاء الحجازية، لازم تقول أولئك، وتجوز مع الأولى التميمية. قال شاعرهم أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك تميمي. أولى المقصورة تتهلا، أما أولاء الحجازية لا تصحبها لا. وكذلك تمتنع فيما تصدرت فيها، هو الذي شار إليه. ولدب بكاف حرفا دون لا، واللام إن قدمتها قال أحمر. وبه هنا، هناك أسماء إشارة خاصة بالأماكن، قال هنا أو ها هنا أشير إلى داء المكان، تقول هنا مكاني أو ها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف. وبه الكاف الصياف البلد، تقول هناك أو اللام هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل جارا شيدا. وبالكاف الصياف أو بثم فه انطق بثم، تقول جلست ثم، جلست في الماضي والتاء فاعل في موضع رفع، وثم اسم إشارة مبني في موضع نصب ظرف. أو هنا تقول جلست هنا بعيد، أو هنا أو هنالك انطقا أو هنا والله أعلم. هذا التنبيه قد يأتي بعدها ضمير رفع منفصل ثم يأتي اسم الإشارة فيعرف الضمير مبتدأ ولكثرته القرآن ينبهك عليه. تقول ها أنا ذا، ها حرف تنبيه، أنا مبتدأ مبني في موضع رفع، وذا اسم إشارة مبني في موضع رفع خبر. وها نحن ذاني، وها نحن أولئي، وها أنت ذا، وها أنتما ذاني، وها أنتما تاني، وها أنتن أولئي، وها أنتم أولئي. وربما عاد اسم عرض التنبيه مرة أخرى، كقول تعالى ها أنتم هؤلاء يتبعون لتنفقوا، أعاد الهاء مرة أخرى